ثلاث ناشطات من ضمنهن الناشطة أشلي قرروا المبادرة بتنظيم تظاهرة مساندة لشرطة مدينة شيكاغو لشكرها على جهودها في محاربة الجريمة والعنف الذي تفشى في المدينة بشكل غير مسبوق، وتقول للحرة: إننا لن نسكت من الآن أمام الأصوات التي تطالب بوقف تمويل الشرطة أو حلها. فكانت الاستجابة كبيرة هنا: تأخرنا في الرد، لكننا قررنا القيام بذلك لأننا لم نعد نصبر أكثر. هناك غياب لدعم الشرطة الآن من السياسيين والمجتمع لأجل تحسين الأمور. ارتفعت نسبة الجريمة في شيكاغو بنحو 35% هذا الصيف مقارنة بالصيف الماضي، مع ارتفاع حوادث إطلاق النار إلى قرابة 80% وفق بيانات للشرطة المحلية، فصارت شيكاغو أخطر المدن الأمريكية على الإطلاق. إن كانت هناك مشاكل مع الشرطة فنحن بإمكاننا الإسهام في حلها وتحقيق التغيير الإيجابي. وفيما كان أفراد الشرطة هؤلاء في طريقهم لأداء مهامهم، سواء للإشراف على المظاهرات المطالبة بحلهم أو لمطاردة المجرمين في أماكن أخرى، كان هؤلاء المساندين يؤدون لهم التحية ويصفقون لهم في مشهد بدأ في الانتشار مؤخرا في أمريكا، رافعين شعارات حياة الزرق مهمة، في إشارة إلى أفراد الشرطة الذين يواجهون أيضا مخاطر كبيرة عند أداء مهامهم. الشرطة يضحون بحياتهم من أجلنا كل يوم، لذلك نحن هنا لدعمهم. يذكر أن قطاعات الشرطة على اختلافها والشارع أيضا في شيكاغو يعيشان على وقع تفاعلات قرار السلطات الفيدرالية إرسال عناصر أمن إلى المدينة من أجل المساعدة على استعادة الأمن الذي أصبح الآن في أسوأ مراحله مقارنة بعشرات السنين السابقة. وفي مواجهة المظاهرات المتعددة والمتكررة التي تشهدها مختلف المدن الأمريكية ومن بينها مدينة شيكاغو للمطالبة بإصلاح أجهزة الشرطة أو وقف التمويل عن أجهزة الشرطة بشكل عام، قرر هؤلاء الخروج أخيرا عن صمتهم والمطالبة بدعم أجهزة الشرطة في أعمالهم، خصوصا منها المتعلقة بضمان الأمن في مختلف الأحياء هنا في شيكاغو. خليل بن طويل، الحرة، شيكاغو.